السلام عليكم، كل عام والأمة الإسلامية بخير. موعد أول أيام شهر ذو القعدة للعام الهجري 1444-2023 فلكيا في جميع الدول العربية والإسلامية. قبل التفاصيل أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لو بتشوفوا القناة لأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال إعجابكم. ها نحن أصبحنا في العد التنازلي لأول أيام شهر ذو القعدة للعام الهجري 1444-2023، لذلك سنوفي حضراتكم بموعده فلكيا، حيث أعلنت الحسابات الفلكية أن هلال شهر ذو القعدة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الإكترام في تمام الساعة 5:54 مساء بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك سيكون يوم الجمعة الموافق 29 من شوال 1444 والذي يوافق ميلادي يوم 19 من مايو لعام 2023. يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية. أعلن أن القمر سوف يغرب قبل غروب الشمس بثلاث دقائق في مكة المكرمة وفي القاهرة بدقيقة واحدة، أما في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدة تتراوح من دقيقة إلى 18 دقيقة. ولذلك بحسب الحسابات الفلكية أن يوم السبت الموافق 20 مايو لعام 2023 سيكون هو المتمم لشهر شوال للعام الهجري 1444، وعليه سيكون يوم الأحد الموافق 21 من مايو لعام 2023 هو أول أيام شهر ذو القعدة للعام الهجري 1444. سينتهي شهر ذو القعدة يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023. كل سنة وحضراتكم طيبين، انتظرنا كل ما هو جديد.